apaiser Hansi avec Manal. Bonjour à tous. صباح الخير على الجميع. النهاردة مش هنشرح فرنساوي، النهاردة احنا هنكون مع فيديو شو. ده برنامج موجود على جوجل بلاي. البرنامج ده مخصص لي ازاي تعمل فيديو عن طريق الصور او تحرر فيديو موجود عندك. البرنامج جواه ايقونات كتيرة مش هشرحها كلها، هشرح الحاجات اللي انا بستخدمها بس. في ايقونات كتيرة جدا 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 انت ممكن بعد كده تبقى تجربها، ولكن انا هقولك ازاي الفيديوهات بتاعتي بتطلع بالشكل ده. يلا بينا. السلام عليكم، دلوقتي هنبتدي نعرف ازاي بنعمل فيديو على فيديو شو. اسم البرنامج اهو اللي على الشمال، بننزله من جوجل بلاي. بندخل كده على جوجل بلاي، دي بداية تنزيل البرنامج، ونكتب في السيرش فوق هنا فيديو شو. ممكن نكتبها بالعربي، هيظهر لي البرنامج اللي ما عليهوش العلامة الصفرة. فيه واحد التالت هو عليه علامة صفرة، ولكن اللي فوق ما عليهوش علامة صفرة، وهو دوت اللي هنخش فيه. ونكتب تثبيت، فهو كده نزل وتثبت. انا هعمل فتح للبرنامج وهبدأ الشغل عليه. طيب دلوقتي انا طبعا كنت حاطة صور ودخلتها على البرنامج، ولكن هنعرف من البداية ازاي بيتم ادخال الصور للبرنامج وعمل فيديو. البرنامج اول ما بيتحمل وتيجي تفتحه بيبقى بالشكل ده، دي الصورة اللي بتظهر لك، طبعا بغض النظر عن الصورتين اللي انا دخلتهم تحت. بنعمل ايه؟ هنخش على لاما تدوس علامة الزائد دي اللي تحت كبيرة، او ندخل على تعديل فيديو. فوق بيقول لك اختار بقى من على الموبايل بتاعك، هتختار الكل ولا الفيديوهات بس ولا الصور اللي على موبايلك. يعني هنا بيتكلم على الحاجات الموجودة على الموبايل بتاعك، الجهاز بتاعك. هندخل على صور فقط لا غير، بس هياخد وقت شوية على حسب حجم الصور اللي على الموبايل بتاعك. واول ما يفتح لي الصور هيفتح لك الفولدرات اللي انت مسجلها عندك. لو انت عامل فولدرات هيظهر لك الفولدرات كلها، او الملفات اللي انت مسجل فيها الصور او حاطط فيها الصور. انا هختار وليكن هختار الفولدر بتاع APC. الفولدر اهو، بنختار اي صورة احنا عايزينها، وليكن مثلا هختار دي. بتدوس عليها، انت بتقلب اهو فوق وتحت وبتختار وبتدوس على الصور اللي انت عايزها. انا اختار دي ودي ودي، وممكن اختار دي، واختار كمان. بتقلب وتشوف براحتك الحاجات اللي انت عايز تضيفها عندك على الفيديو اللي انت هتعمله. تمام، ولو ناخد دي كمان. طيب احنا كده حددنا الصور اللي احنا عايزينها كلها، سواء بقى ايه عدد قليل او عدد كتير. بنعمل ايه بعد كده؟ بندوس على كلمة التالي. التالي اهي، تمام، هي الصور اتحطت، هو اوتوماتيك بيشغلها لك على الصوت اللي عنده او الموسيقى الاساسية بتاعة البرنامج اللي هو اللي عنده. طيب احنا الفيديو كده ماشي مع بعضه شغال، ايه اللي هيحصل بعد كده او ايه الخطوة اللي انا بعملها اما اجي اعمل فيديو؟ بعد ما بحط الصور بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت، بدخل على تحرير اللي تحت دي اهي. انا بقول لكم الخطوات بالظبط اللي انا بستخدمها ابتدي اعمل اي فيديو. بدخل على تحرير، ندخل على تحرير المقطع اللي على الشمال. طيب الصور تحت اهي، انا وانا بحطها حطيتها بشكل عشوائي مش بالترتيب. فانا دلوقتي مش هو ده، مش هي دي الصوره بتاعت بون شانس دي اللي محطوطه، مش هي دي اول صوره انا هبدا بيها. تمام، فهتعمل ايه لو الصور اللي عندك متلخبطه، عايز تجيب صوره قبل صوره، صوره بعد صوره، هتعمل ايه؟ انا اول صوره عندي الثالثه دي، اروح دايس عليها كده، وانا دايس عليها ما بشيلش صباعي من عليها، بروح جايباها يمين، جايباها شمال، جايباها تحت، زي ما انت عايز تحطها في المكان اللي انت عايزه. دي الصورة اللي انا هبتدي بيها الفيديو بتاعي.
بعد كده هاخد صورتي انا وهبتدي احطها بعديها، تبقى تاني حاجة. بعد كده هوت انا عايز احط بون شانس، دي اخر حاجة هروح ده برضو دايس عليها وحطها تحت. تمام. طيب هنيجي نشغل، هنعمل علامة الصح اللي فوق. بعد ما ظبطت انا هنا ظبطت بس ترتيب الصور، انا ما عملتش حاجة تاني، ولكن عايزاكم تشوفوا مع بعض ترتيب الصور حصل لها ايه. علامة الصح اللي فوق على الشمال دي هروح دايس عليها، هو كده اهو بيعرض لك ترتيب الصور او الفيديو على الصور اللي انت نزلتها ورتبتها. تمام. طيب هنخش على تحرير المقطع تاني اللي على الشمال تحت خالص في الكورنر. طيب دلوقتي انا عايزة اعمل ايه؟ انا عارفة اني اول صورة دي وانا بتكلم في الفيديو اما اجي اسجل صوتي ما بتاخدش حاجة بسيطة، يعني الصورة دي مثلا انا بقول فيها ابي سي فرنسي افيك منال، طيب الصورة دي لو سمعتوني ما خدتش كام ثانية، فانا بالممارسة هعرف كل صورة هقف عندها قد ايه تقريبا. الصور الاساسية اللي بتبقى مثلا كفر للفيديو بتاعك والنهاية انت خلاص عرفت هي تقريبا بتاخد كام ثانية، لكن الشرح بقى ده كل شرح في كل صورة بيختلف عن صورة تانية مش هتكلم فيها دلوقتي، بس انا عايزاكم تركزوا ان انت الكفر بتاعك ده انت تعودت عليه على وقت معين. طيب انا عايزة اخلي الصورة دي ما تاخدش مني غير 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني، عايزة تكون 10 ثواني. طيب هنعمل ايه؟ المدة انت بتدوس على الصورة اللي انت عايز تظبطها، وليكن دي وليكن دي، انا هظبط الصورة الاولانية وادخل على كلمة المدة اللي هي الساعة اللي مرسومة دي على اليمين هدوس عليها. بص بقى برنامج فيديو شو بيبقى قدامك لحد دقيقة دقيقة او 10، انا مش عارفة الوقت ده بالظبط قد ايه، هو مكتوب لي 10. اوكي المؤشر دوت انت بتعلي وبتوطي بالمدة بتاعت الصورة، الصورة هتقعد قدامك قد ايه، فاكتر حاجة عنده هي 10. 10 دي اعتقد اللي هي دقيقة، ما حسبتهاش صراحة، ممكن انتوا تحسبوها بعد ما تشغلوها. المهم فانا لا انا الكفر بتاعي ما بياخدش غير ثواني بسيطة اللي بقول فيها ابي سي فرونسي افيك مانيل، فهعمله وليكن 1.4. في حاجة تحت، في حاجة بيقول لي تحت اهي اضبط لكل الصور. يعني ايه اضبط لكل الصور؟ يعني انت لو المدة دي هتمشيها على كل الصور اللي موجودة في الفيديو بتاعك اللي انت نزلتها هتروح عامل ايه؟ هتروح عامل كده مشغل الايه العلامة دي تخليها اورانج. طيب لا انا الكفر بتاعي او المدة دي انا عايزاها على الكفر بس، فخلاص العلامة هتفضل مطفية زي ما هي. اوكي عارف دي تعملها امتى؟ دي تعملها لو انت عندك صور كتيرة جدا، الصور دي كل صورة هتاخد عايزها هتاخد وقت طويل، فانت هتعمل ايه؟ هتدخل على الصورة اللي انت عايزها او اي صورة عامة وهتعمل الوقت اضبط لكل الصور، هتعلي المؤشر ده كده على الاخر وهتروح عامل ضبط لكل الصور، بيقول لي انت عايز تعمل العشرة دي، هقول له حسنا كده المدة دي بقت على كل الصور. دي بتعملها لو عندك صور كتيرة قوي وهتاخد وقت طويل. طب انا عايزه ماشي اعملها على صور كلها ما عدا الكفر بتاعي، صورتين الاولانيين على الصوره الاخرانيه اللي انا بعملها ساعتها، يعني انا كده دلوقتي ظبطت كل الصور اهو عملت حسنا وعملت صح، اجي اشغل الكفر بتاعي خد وقت، هنعرف دلوقتي العشرة دي عامله كام ثانيه. شغال اهو 10 ثواني. اوكي طيب العشر ثواني دول اشتغلوا على الصور كلها ما اشتغلوش على الصور كلها، اشتغلوا على الكفر بس. نعمل تاني نخش على تحرير المقطع، ندخل على المدة عشان ايه؟ عشان اتقفلت، عشان انا مش ايه مش عامل مش مشغل الاورنج بتاعتها، هشغل الزرار دوت اهو واعمل حسنا واعمل صح اللي فوق كده الفيديو بتاعي. بصوا ماشي بطيء ازاي ليه؟ لان كل صورة خدت مساحة وقت عكس اللي فات كان الكفر بس هو اللي معمول له 10 ثواني، لا انا طبقت ال10 ثواني على كل كل الصور اللي انا منزلها، بس انا مش عايز كده، انا الكفر بتاعي بياخد 3 ثواني 4 ثواني. هنعمل ايه؟ هندخل تاني على تحرير المقطع واخش بقى على الكفر بتاعي وادخل على المدة تاني
واظبطها وليكن 1.4، واقول له حسنا تمام. اخش على تاني كفر عندي بتاع الصورة، ده بياخد وقت اطول شوية، ممكن اعملها نص 5.4 مثلا، انت بتضبط الوقت اللي انت عايزه، واقول له حسنا برضو. ادخل على تالت صورة، مش هتاخد مني حاجة الصورة دي مثلا، فروح مظبطها على 9 سنتي، على اقل حاجة خالص 5، واقول له حسنا. ادخل بقى على الصورة دي، الصورة دي هتاخد مني وقت شوية وانا بشرح، عقبال لما اقرا الكلمات اللي فيها، وعقبال لما اقرا العنوان اللي فيها تاخد وقت. طب انا اعمل ايه؟ والوقت ده في نفس الوقت مش هيكفي 10 ثواني بتوع المدة. في البداية هتعمل ايه؟ في البداية هتعمل، هي متعلم عليها تحت، هي بالاورانج، المربع الاورانج اللي تحت ده، هتعمل ايه؟ في حاجة عندي في الايقونات اللي قدامك اسمها نسخ، هتدوس على نسخ. طيب انا عايزة انسخ الصورة دي، اول ما تدوس على نسخ يعني تعمل لها واحدة كمان، تعمل واحدة كمان تبقى لازقة فيها وراها، ادي هو، هو نزل لي واحدة تحت اهي في المربع الاورانج، ادي واحدة فوق وادي واحدة تحت. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ انا عايزة واحدة كمان، انا خلاص بالممارسة ببقى عارف كل صورة في المتوسط، يعني مش بالظبط بس في المتوسط هتاخد مني وقت قد ايه وانا بشرح، فبروح منزل عدد الصفح اللي ايه اللي انا عايزاها منها. عملت نسخ كمان، بس خلي بالك في حاجة، انت عملت نسخ، احنا في الاول زبطنا المدة على الصور كلها صح ولا لا؟ طيب بعد ما زبطنا المدة على الصور كلها، فكل صورة انت هتنسخها هتنزلك بالمدة اللي هي الكاملة، اللي هي 10 ثواني اللي احنا عملناها على ضبط لكل الصور. فالصور اللي اتنسخت دي لو دخلنا كده على المدة بتاعتها هنلاقيها 10 ثواني. لو دخلنا على الصورة التانية اللي عملنا لها نسخ اهي المدة، هنلاقيها 10 ثواني. الصورة اللي انت بتنسخها على حسب المدة اللي انت محددها عليها وعملت لها نسخ، هتنزل بنفس النسخ بتاع المدة، ما عملناها 5 ثواني هتنزل ب5 ثواني وهكذا. فاحنا في الاول عملنا ايه؟ بدل ما نقعد ننسخ في الصور كلها ويبقى عندي حوالي 20 صورة، 10 صور، وادخل في كل واحدة واضبط المدة بتاعتها تبقى اقصى حاجة في الفيديو شو، انا عملت ايه في الاول؟ انا عملت المؤشر بتاع المدة بتاعي على اخره وعملت ضبط لكل الصور، هيتبقى لي الكام صورة بتوع الكفر دول بقى بتخش عليهم انت زي ما قلت لك كده هوت، وتظبط الوقت بتاعهم، بحيث اما تحب تنسخ صور شرح تاني تنزلك بالمدة كاملة، ما تقعدش تدخل في كل صورة نسخ انت عملتها وتظبط المدة كاملة بتاعة الصورة. طيب فانا هعمل كمان نفس اللي انا عملته في الصورة دي، الصورة دي انا اخترتها وعلمت عليها، هدخل على نسخ، نسخت لي واحدة زيها تاني، هعمل واحدة كمان وهكذا. طيب هعمل علامة صح، دي اول خطوات بسيطة انت بتعملها او الحاجات الاساسية وانت بتعمل الفيديو شو بتاعك. طيب هو بيظهر لك بقى كل صورة بالمدة اللي انت عملتها. طيب حد هيقول لي إن طب ما النسخ اللي انت عملتيه ده ما يجي ينتقل من صورة للتانية، ما بتحسش خالص ان هو اتنقل، يعني احنا لو اهو هو كده اتنقل، مجرد بص اهو اتنقل، الفواصل اللي هي الصورة بتنزل وتطلع فيها كده بسيط، هي دي اللي هو اتنقل على الصورة اللي انت نسختها التانية وهكذا. طيب نيجي بقى لمرحلة تانية اللي هي اهم مرحلة كلنا ما بنعرفش نظبطها، مرحلة الصوت. ندخل على الصوت وندخل على الدبلجة، الدبلجة اللي تحت دي. طيب قبل بس ما ندخل على الدبلجة عايزاكوا تدخلوا على حاجات كده يعني من الممارسة، انا لقيت ان انا ما ظبط الحاجات دي في الاول قبل ما اعمل الدبلجة بتسهل عليا تظبيط الفيديو في الاخر، لاني ما كنت بدبلج في الاول واجي احط، خلي بالكوا قام التركية دي، اما باجي ادبلج يعني احط الصوت بتاعي بقى اسجله بالشرح بتاعي على الصور اللي عندي، واجي احط الموسيقى الخلفية اللي عندي، واجي احطها على المقاطع كلها او الصور كلها، وارجع احط الترانزيشن اللي هو النقلة ما بين صورة والتانية، عايز حركة فيها، عايز دوائر تطلع دوائر تنزل او كده، بيفرق معايا بلاقي الصوت مش ماشي مع الصورة. فانت تعمل ايه في الاول عشان الفيديو بتاعك ما يتلخبطش، لان لو اتلخبط هتقعد فيه مدة اطول من اللي انت عملته فيها،
فعشان الفيديو ما يتلخبطش خد التركية دي مني، دي جت عن طريق الممارسة. انت ظبط الفواصل بتاعتك اللي عايز تعملها في الاول، الانتقال من صفحة للتانية، الموسيقى الخلفية، ظبط التظبيطات الجنرال اللي بتحصل على الفيديو بتاعك. بعد كده ادخل وحط الشرح بتاعك وصوتك سجله. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هندخل على الموسيقى اللي تحت على ايدنا اليمين، دخلنا عليها. هنا في ايه؟ هنا بيقول لك لا شيء، يعني انت مش عايز الفيديو بتاعك في اي حاجة. هنا ازالة للصوت الاصلي، دي انا ما استخدمتهاش، دي اعتقد لو انت عندك فيديو اوريدي انت منزله ودخلته على الفيديو شو، مش صور بقى، انت عندك فيديو جاهز على الموبايل وعايز تظبطه على الفيديو شو، فبتعمل ازالة للصوت الاصلي اعتقد اللي هو الصوت اللي على الفيديو وعايز تدخل شرح جديد عليه. طيب لا انا مش عايزة ايه، انا عايزة احط موسيقى. فانا عندي هنا هوت، طبعا دي ملفاتي الموسيقية، الحاجات اللي انت عايز تختارها، تمام، والتاريخ، الحاجات دي انا ما استخدمتهاش عامة. هنختار مثلا من ملفاتي الموسيقية دي الموسيقى اللي عندك على الجهاز، ملفاتي الموسيقية دي النغمات بقى بالتسجيلات بالاوديو اللي عندك على الموبايل، انا مش عايزة منهم حاجة، انا عايزة من الفيديو شو. فهعمل ايه؟ هعمل تحميل المزيد من الموسيقى. هنا بقى هو عامل لك بص فولدرات بانواع الموسيقى اللي انت عايزها، ادخل واسمع كل حاجة في الحاجات دي وشوف ايه احسن موسيقى انت عايزها. هنعمل اي حاجة، واعمل هنا توب 10، نختار مثلا اي حاجة، هننزلها، بتدوس على اليمين دي علامة التنزيل كده، اتنزلت على ايه؟ على البرنامج، تمام. انا نزلتها خلاص، هروح ايه راجع تاني خطوة وراجع تاني خطوة، اهي هنلاقيها اتسجلت. تعالوا نعملها تاني، ندخل على تحميل مزيد من الموسيقى، نختار اي موسيقى، نختار مثلا اي حاجة، هابي تايم، ندخل عليها وننزل اي حاجة، فاني بارتي مثلا وليكن. انت بتسمع طبعا، بس انا مركبة الميكرو اللي بسجل بيه فمش هقدر اسمع الموسيقى واختارها. طيب اهي نزلت معايا. طيب بيفضلوا بقى بيفضلوا محفوظين عندك هنا، فانا هختار ايه؟ انا عايز خلفية ايه موسيقى، هختار مثلا Love the Land. طيب هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي اضافة موسيقى، هقول له اه، كده اضافت لي خلفية عندي. طيب ايه حاجة؟ ايه الحاجة؟ فوق خالص هتلاقي علامة الموسيقى على ايدك الشمال والميكروفون على ايدك اليمين، دي ايه؟ دي بتعلي الموسيقى منها وتوطيها، الموسيقى بتاعت الخلفية انت عايزها عالية جدا ولا عايزها حاجة خفيفة؟ فانا لا عايزها حاجة خفيفة في الخلفية كده، اعملها مثلا 17% 15% زي ما انت عايز، يبقى دي بتعلي وتوطي الايه الموسيقى اللي عندك. طيب في حاجة تاني، انا هدخل جوه الموسيقى تاني، عايز اوريكم حاجة بس، انا احنا اخترنا Love the Land. في على الشمال هنا هو جنب عنوان Love the Land ثلاث شرط كده، انا ادخل فيها. هنا بيقول لك انت عايز الموسيقى دي تبدأ من اول الثانية كام عندك في الفيديو وتنتهي في الثانية كام انت عندك في الفيديو، ما بستخدمهاش صراحة، ولكن انا قلت اقول لكم عليها. حسنا كده انا خلاص. طيب بصوا بقى، الموسيقى اللي نزلت دي ممكن تكون نزلت على صورة بس معينة، مش كل المقاطع اللي عندك، مش كل الصور، فانت هتعمل ايه عشان الموسيقى اللي عندك دي تتكرر؟ هندخل على موسيقى متعددة. طيب الموسيقى المتعددة دي بصوا فوق الصوت بتاع الموسيقى اهو، بنعليها بنوطيها زي ما احنا عايزين نعملها، انا عاملاها مثلا 16%. طيب تحت علامة الزبالة دي باردون، او علامة باسكة الزبالة دي اللي هو ومتعلم طبعا على شريط الاورنج، اللي هو شريط الاورنج ده هو الشريط بتاع الفيديو بتاعك كله. طيب انت بيقولك هنا انت عايز ترميها، يعني لو دوست على علامة الزبالة دي احنا كده رمينا الموسيقى، انا مش عايز ارميها، انا لسه حاططها ومش عايز ارميها.
طيب هنعمل ايه هنا؟ هو شايفين التلات شرط طبعا، بلاي دي اللي هو بتشغل الموسيقى اللي عندك تمام بتسمعها. انا عايز اعمل ايه هنا؟ انا هخش على التلات شرط دول، يرجى ايقاف التشغيل. لما تيجي تدوس على التلات شرط هيقولك ايقاف التشغيل، هتدوس على الشريط اللي عندك مفيهاش مشكلة. ندخل على الموسيقى المتعددة دي، دخلتني على نفس البوكس او نفس الملف اللي احنا كنا فيه من شوية، وقت البدء امتى وقت الانتهاء امتى. انا مش هي دي الجزئية اللي انا كنت عايزاها، هقول له موسيقى متعددة. هو اوريدي هنا حاططها لي، هو اوريدي هنا لما دوست عليها اهو، هو حاططها لي على الفيديو كله. لو ما كانش حاططها لي على الفيديو كله كان هيقول لك على مقطع واحد ولا على جميع المقاطع، فكنت هختار جميع المقاطع. تمام. طيب ندخل على ايه هنا؟ هوت تأثيرات الصوت دي، انت بتحاول تغير الصوت. انا ما استخدمتهاش صراحة خالص، في حاجات كده متضافة زيادة ولكن مش هتنفعنا احنا. عايز تعلي بقى الاوبشنات بتاعة الفيديو بتاعك ممكن تدخل فيها، بس انا بشرح لكم الحاجات الاساسية. هنعمل ايه بقى؟ ندخل على، عايزين نسجل الصوت بتاعنا، ندخل على الدبلجة. تمام. هتروح انت هي السهم واقف على نص الفيديو، لا حضرتك هتجيب لي السهم ده على اول الفيديو خالص اللي عندك. لو بصيت بصوا يعني الكفر بتاعي، بصوا واخد ايه، واخد حاجات بسيطة جدا، صورة ونص جت على هنا، واخدة برضو جزئية الخريطة بتاعت عالم فرنسا، واخدة جزئية صغيرة جدا اهي. دي المدة اللي انت عاملها في كل صورة. بصوا هنا، بصوا بقى في حاجة عايزة، شايفين الخط الاسود ده اهو، اهو ده الخط الاسود ده اللي هو جنب السهم ده، والخط الاسود التاني ده. تمام. دي العشر ثواني اللي احنا اخترناها، دي المدة بتاعت الفيديو، هو الفيديو شو الصورة بينزلها لك بالعشر ثواني دول. فانت عايز تطول في الصورة زي ما قلت لك، بتعمل نسخ ليها، وبتفضل تعمل نسخ مرة واثنين وثلاثة، اعمل بالزيادة وبعد كده مسحه ما فيش مشكلة خالص. ليه؟ لان هي دي اقصى مدة عنده، اقصى مدة عنده. فاحنا ما نظبط حاجة بنظبطها، يعني حبينا نقلل في مرة المدة بتاعت اي صورة بيقللها لك خلال العلامتين الصوت دول، دي ودي. فانت زود براحتك، وفي الاخر يبقى امسح. لو عايزين نمسح مثلا اهو، احنا ممكن اهو هنا اهوت بدأنا في صورة جديدة. اوكي. لو عايزين نمسح بندخل على الصور تاني اللي هي تحرير المقطع، وبنضغط على الصورة وبنعمل لها مسح عادي ما فيهاش مشكلة. طيب دلوقتي خلينا في التسجيل، احنا نبتدي نسجل اهو. هنروح دايس على علامة الميكروفون اللي تحت، هدوس عليها وابتدي اسجل. ابي سي فرونسي افيك منال، بونجور ا توس، دون سيت فيديو اون ايت افيك. ستوب. بصوا بقى، لإما تفضل ماشي في الصور وعمال تسجل تمام، وفي الاخر خالص هنظبطها، لإما تعمل ايه ودي احسن ليك، ان انت الكفر بتاعك مثلا، انا عارفه ان الكفر هينتهي لحد هنا، فانا خلاص سجلت وعملت ستوب. يعني اعمل ستوب على الجزئيه المنفصله عن الشرح، او الجزئيه المختلفه عن، مش هقول لك بقى تعمل فصل في كل صوره، لا انت عارف ان انت دلوقتي اهو انا هسجل بس الحته بتاعه الكفر. ليه؟ عشان لما يجي لخبطه في الاخر الفيديو بتاعك، اما تحط حاجات وتشيل حاجات، تحس ان كل صوره مش ماشيه مع الثانيه. لو الدنيا كلها باظت عندك هتبوظ، هيبقى المقطع الصوتي اللي انت سجلته كله مش عارف تمشيه مع الصوره. تمام. او لو سجلت حته غلط وعايز تعدلها، عايز تمسحها، طب ما انت كده هتمسح كل اللي انت سجلته. فاحنا هنعمل ايه؟ لا احنا مش هنعمل كده، احنا هنيجي عند مثلا الكفر اهو، انا سجلت الجزئيه بتاعه الكفر وعملت ستوب. طيب لقيت ان انا زودت سنه هنا اهوت، بصوا ايه اللي حصل دلوقتي. اللي حصل ان المقطع الصوتي، بصوا اتنقل من الاول راح قدام شويه. طيب ده ليه؟ ده لان هو كان متحدد وانا مريت على الشريط اللي تحت دوت بتاعه فاتنقل معايا. طيب احنا هنرجعه ازاي؟ عادي خالص. بصوا شايفين هنا اهوت ظهر لي ايه؟ ظهر لي كده اهوت، بصوا في نهايه المقطع الصوتي اللي هو باللون البرتقالي ده، في يعني زي قوس كده، وفي ثلاث شرط، والناحيه الثانيه هنلاقيها في بدايه المقطع الصوتي اهو قوس وفي ثلاث شرط. هتعمل ايه عشان تنقله من مكانه وترجعه تاني؟
هندوس على الشرطة دي ونبتدي نمشيها اهو. بص انا بمشيه هو كده رجع في الاول اهو اهو. عايز احركه تاني يمين بحركه، عايز ارجعه تاني لو انت عايز تحرك المقطع الصوتي بتاعك ماشي. بعد ما تحركه خلاص انت ابعد بقى عن القوس اللي عليه 3 شرط ده وحرك من النص كده اهوت عشان تشوف بقية الفيديو بتاعك. طيب خلينا بس هنا اهوت. انت دلوقتي سجلت وعندك حتة زيادة، بصوا دخل على الصورة التانية. يعني احنا لو شغلنا بلاي دخل على الايه الصورة التانية وانا بتكلم. انا مش عايزة كده. قدامك حلين، لاما تمسح المقطع الصوتي ده. طب انا عايزة امسح المقطع الصوتي ده، امسحه ازاي؟ ادوس العلامة دي بتاعة الباسكت. هل انت متأكد من انك تريد ان تحذف؟ نعم انا كده حذفته. لاما كنت تعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي لاما كنت اعمل ايه. هنسجل تاني وهنخلي في حتة زيادة اهو. ابيسي فرنسي افيك منال. بونجور ا توس. Dans cette vidéo, on est avec. اهو انا نسيت اعمل ستوب تمام وانا شغال. لاما هتمسحه كله زي ما احنا قلنا، لاما عايز تطول سنه. يعني انا دلوقتي عايز اظبط. بصوا يا جماعه اللي انا هقوله دوت هو تظبيطات الصوت مع الصوره ازاي بقى بتيجي فنيه واحترافيه. انا دلوقتي الصوره الصوت بتاعي زاد كام ثانيه، وانا كام ثانيه دول مش يعني انا محتاجهم فعلا، انا عايزهم مش اللي هو نسيت ادوس. لو نسيت ادوس خلاص امسح الصوت كله وسجله من تاني اوكي. او تعمل اللي انا هقول لك عليه اللي هو ايه بقى، اللي هو انا عايز ازود الصوره بتاعت مثلا خريطه فرنسا دي، عايز ازود تبقى ماشيه مع اخر حاجه انا وقفت عليها. بتعمل ايه؟ ادي الصوت قدامك اهو جاي حته على الصوره الثانيه. هنروح عاملين صح اللي فوق علشان الدبلجه اللي انا عملتها تتحفظ. ندخل على تحرير مقطع اهو، تحرير، ونختار تحرير مقطع. هندخل على انا عايزه اطول الجزء بتاع علم فرنسا دي، الصوره بتاعت علم فرنسا، او عايزه اطول الصوره بتاعتي شويه وانا بسمع الفيديو بعد ما سجلت صوتي عليه. لا يعني الصوره دي لا كانت عايزه تزيد شويه لان صوتي محتاجه تزيد حبتين لانها مش ماشيه مع الحته بتاعتها، او المقدمه بتاعتي عايزه الصوره تبقى مدتها اطول شويه. فاحنا هنعدل الصوره بتاعت علم فرنسا. احنا لو لاحظنا في الصوت كان الصوت معدي علم فرنسا ده، اي خريطه فرنسا بحاجه بسيطه. هخش اعلم عليها وادخل على المده. مدتها 5/10، انا هزودها مثلا وليكن 9/10. انت بقى بالممارسه هتعرف. حسنا وهدوس فوق علامه الصح، ادخل على الصوت، ادخل على الدبلجه. تعالوا كده نشوف. لا لسه، بصوا لسه عايزين نزودها اكتر. ندخل تاني. يعني انت عشان تعمل فيديو انت بتحط الحاجات ما بتاخدش منك وقت، ان انت عشان تحرره ده بياخد مني كذا ساعه صراحه. انا عايزه ازوده بقى حبه حلوين كده، زوده لحد 3 ماشي اهو. حسنا وعلامه الصح، ادخل على صوت الدبلجه. تعالوا نشوف ايه اللي حصل اهو. بصوا الصوت ايه، علم فرنسا اتزود بقى مدته اطول، ولكن الصوت برضو لا. ده انا كده عايزه ايه، عايزه انقص المده. بص الصوت جاي عند التكايه دي. بصوا لو حاجه بسيطه قوي، لو حاجه بسيطه زي اللي انتم شايفينها دي مش هتفرق، والفيديو شغال بتتخطف كده مع الايه مع الحركه، مش هتلاقوها مده طويله قدامك. هنا باينه مده طويله لان هو كل ثانيه جايبها لك مع الصوره، ولكن انت لما تشغل الفيديو مش هتحس ان في فرق. يعني ممكن تسيبها كده وتريح دماغك، وممكن تدخل تظبطها تاني وتقللها كم حاجه من 10 بسيطه لحد ما تتظبط. طيب انا دلوقتي ظبطت مقطع صوتي على المقدمه، خلاص هبتدي اخش في الشرح. عايز اسجل تاني هعمل ايه؟ اروح جاي اهو على بدايه العلامه السوداء دي، الشريط الاسود اللي جنب السهم دوت، ده بدايه الصوره الجديده اللي هتخش عليها. فانا هظبطها كده اهوت على السهم الابيض اهي، وابتدي ادوس الميكروفون عشان هبدا اسجل اهو. لي بريبوزيسيون دو ليو، حروف الجر، سور، انتر، دون. بصوا تحت، بصوا تحت، هينتقل على الصوره اللي بعديها اللي انا نسختها لاني انا لسه بشرح في الصوره. سور، derrière، devant، près de،
بصوا دلوقتي هيدخل على الصورة التالتة اللي انا عملت لها نسخ، وهكذا. واقعد اتكلم واشرح في الصورة، بس انا كنت عاملة نسخ لثلاث صور بس. بصوا دلوقتي انا لسه بشرح، اتكلم عادي ما تقفش، يعني ما تلاقي نفسك دخلت على الصورة اللي بعديها اتكلم، ما فيش مشكلة، ما تقطعش الصوت اهو. هنعمل ستوب. لو نفترض ان انا الشرح بتاعي اللي كان على الصورة القديمة لسه خلصان دلوقتي، هو ده اللي انا عايزة اقوله في الصورة القديمة دي، بس ده دلوقتي دخل على الصورة التانية، هنعمل ايه؟ هندخل زي ما احنا عملنا تاني ونعمل نسخ بقى. بصوا بقى هنا هو اهو، انا الصوره دي محتاج تاني وقت ليها، محتاجه انسخ واحده كمان، لاني انا الصوت بتاعي اللي انا بشرح فيه دخل على صوره تانية خالص. كمل كلامك عادي، كمل تسجيلك عادي، ما توقفش. ولكن هتعمل ايه بقى؟ هنعمل صح عشان التسجيل ده يتسجل يتحفظ. نخش على تحرير مقطع. هو دخل على الصورة التانية لان خلاص انت حطيت له ثلاث صور من الصورة بتاعت شرحي لحروف الجر دي بس، فانا هدوس على اي صورة منهم واعمل لها ايه؟ هنعمل لها ايه؟ نسخ. اهي محتاج وقت اطول، او الصوت اللي انت سجلته ومش وعمال تسجل كان محتاج اكتر من صورة. طبعا بيبان قدامك لان بيبقى فيه شريط اسود كده. بتعمل نسخ تاني. انا كده عملت صورتين نسخ. طب انا مش محتاج واحدة منهم، في علامة غلط اهي، بتروح دايس عليها، متأكد من ان انت عايز تحذف الصورة دي؟ اقول له نعم اهو. طيب في حاجة بالممارسة انت عارف ان الصورة الاخيرة اللي انت ضفتها انت مش محتاج الوقت بتاعها كله، يعني احنا قلنا زبطنا في الاول على 10 ثواني، دي اقصى حاجة في الفيديو شو، بس الصوت وانت بتسجل وقف عند نص الصورة تقريبا، فهنخش على المدة تمام، وهنقلل المدة بتاعتها ونكون خليها 5 4 6 زي ما انت عايز، ونقول له حسنا. وهنا هنعمل علامة الصح، نيجي عند الصوت ونخش على الدبلجة وندور كده بالشريط، وخلي بالك لو الصوت اتنقل معاك في حتة تانية امسكه بالشريط الابيض اللي على الحرف اللي في 3 شروط اللي قلنا اهو. بصوا الصوت تقريبا وقف عند نهايتها، انا عشان بالممارسة عارفة ان اني محتاج النص بس، لان الصوت اللي كان متسجل على الصورة اللي كان داخل عليها ده كان واقف تقريبا عند نص الشريط. بصوا ادي بداية الشريط الاسود وادي نهايته اهو. طيب انا خلصت شرح هنا. لو انت واثق ان انت حاطط الصور اللي انت عايزها صح، وواثق في الشرح بتاعك اللي انت عايز تشرحه كله مش عايز تقطع، كمل شرح عادي وخش على الصوره اللي بعديها واقرا اللي فيها وهكذا. لكن لو انت مش مظبط الدنيا زي ما احنا عملنا كده اهوت، فانت هتكمل الشرح بتاعك بتاع الصوره اللي انت واقف عليها بس، وتعمل لها ستوب وتدخل ونبتدي نكمل اهو في الصوره الثانيه. اروح ابتدي عند الشريط الاسود دوت، او ممكن تعمل ايه، ممكن مش شرط تبدا من عند الشريط الاسود، ممكن بدايه الصوره بتاعتك اهي وتقف عليها. بصوا هو الحته دي مش هتعمل لكم حاجه يعني مشكله، والفيديو شغال على فكره، يعني هو بيخش من صوره لصوره فيها، فانا اوريدي لو وقفت على الشريط الاسود وسجلت مفيش مشكله، وقفت على بدايه الصوره مفيش مشكله، مش هتحسوا ان في وقت كبير لان الحاجه بسيطه. فما ترهقوش نفسكم ان انتوا تظبطوها بالحذافير بالظبط، اوكي. وانت كده كده هتتفرج، لو لقيت الدنيا فيها فرق كبير هتدخل تاني على الصوت والصوره والمده وتظبط، ما لقيتش في فرق كبير خلاص كبر دماغك. هنخش هنا ونبتدي نسجل تاني، دوسنا الميكروفون وبنبدا نوبلي با لي بريبوزيسيون دو ليو، حروف الجر للمكان وهكذا. اسجل وانا خلصت خلاص مثلا اهو، هنعمل ستوب، تسجيل موافق. انت مش عاجبك هتروح رايح على العلامة الاورانج في اي حتة وتدوس علامة الباسكت، هيتحذف الصوت اللي انت سجلته ماشي. طيب زي ما بصوا بقى فوق في شريط، الشريط دوت بيعلى وينزل اهو، ده في ايه بقى؟ ده في علامة الميكروفون على الشمال وفي علامة السبيكر على اليمين. خلي بالنا ان الشريط ده غير الشريط التاني بتاع الموسيقى اللي انت ضفتها. الشريط التاني بتاع الموسيقى الخلفيه اللي انت ضفتها انا كنت مقللاه خالص لحد 16% عشان تبان موسيقى خفيفه تحت الشرح بتاعي. ولكن هنا هتعمل ايه؟ هنا دوت الصوت اللي انت مسجله، ده صوتك انت وانت بتشرح، عايز تقلله وتخليه ماشي مع الموسيقى اوكي، عايز تخليه انا طبعا انا بعليه على الاخر عشان يبقى ايه؟ يبقى واصل لاعلى حاجه اهو. تمام انا كده عليته لاعلى حاجه، بس خلي بالك من حاجه برضو، انت هنا عليته على اعلى حاجه، بالممارسه انا عرفت ان كده انا ظبطت المقطع الصوتي ده بس، يعني المقطع ده اللي هو بتاع الصوره دي هو اللي ايه؟ هو اللي جاي على اخره، هو اللي جاي على الاخر. فانت هتروح على التاني
اهو المقطع اللي قبليه، وبرضو تعلي الصوت على الاخر، وهنروح على المقطع بتاع المقدمة اهو، مقطع المقدمة برضو هعليه على الاخر. ممكن تيجي على الفيديو من الاول خالص كده هو وتدوس بلاي وتشوف الدنيا بتاعتك عاملة ايه ماشية ازاي، وممكن تخرج برا خالص على الشاشة الرئيسية بتاعت اللي هي قبل دي وتتفرج برضو الفيديو بتاعك عامل ايه. بصوا الحتة دي بقى الانتقالية مفيش وقت، هي قدامك في الصور هنا تحت في الشريط في فاصل، لكن والفيديو شغال مفيش فاصل، مش هتحس ان في فرق. احنا عايزين نمشيها شوية كده هو اهو، نمشي عشان اوريكم الفواصل اللي انا بكلمكم عليها ان هي مش عاملة ازمة. بصوا هنا هوت هما لازقين في بعض، يعني انت ممكن بصوا احنا ممكن ننقل الشريط الصوتي دوت، نرجع تاني كده، عايز تنقله تلزقه في التاني، عايز خالص بتحركه وتلزقه في التاني، تمشيه كده شوية، عايز اوكي براحتك وهكذا. يعني انت المقطع الصوتي ده ممكن تلزقه في الحتة التانية، ولكن لا انا مش عايز الزقه، انا عايزاه يبتدي من الصورة بتاعته. هنا لازقين في بعض، طب انا عايزه لا انا عايز ده يجي كده شويه، اروح دايس على العلامه البيضه اللي تحت اللي فيها ثلاث شرط واحركه يمين، احركه شمال، الزقه ما الزقوش، لا انا عايزاه يبدا مثلا من هنا. هتقولي بقى في فاصل، هقول لكم الفاصل ده برده مش هيبان في الشرح لو احنا عملنا بلاي اهو، ادي بحرك اهو وهدوس بلاي من هنا، هو بيشغل لك بلاي وانت جوه الدبلجه من المكان اللي عليه الشريط الابيض ده او السهم الابيض. هدوس بلاي، بصوا الانتقال من هنا لهنا ما خدش وقت، فعشان كده بقول لكم مفيش مشكله. طيب انا عايزه اسجل بقى الحته بتاعت النهايه دي اهو، هاجي هنا وهسجل واقول اهو من هنا بون شانس، كان معاكم مدام منال معلم اول لغه فرنسيه، استناكم فيديو جديد ان شاء الله. خلصت هعمل ستوب، مش شرط اكمل للاخر بقى، وتروح وتظبط الحته الاخرانيه تمسحها، عايز تسيبها تسيبها على حسب انت تظبيطك للفيديو عامل ازاي. طيب انا هنا في حاجه، انا هنا الصوره دي مثلا انا شرحت اللي فيها، وانا كنت ناسخ صور كتير زي ما انت قلتي لي. طب انا دلوقتي دي المساحه الفاضيه دي كلها مش عايزاها، وفي هنا صوره كامله. بصوا بقى انا هنا عندي كام صوره، حاطه كام صوره، حاطه دي واحد، حاطه ادي الصوره الثانيه، بعرفها منين؟ قلنا مش شريط الاسود الفاصل ده اهو، ادي الصوره الثانيه، احنا كده دخلنا على الصوره الثالثه. يبقى الصوره دي منسوخ منها كام واحده؟ الصوره الاصليه ونصتين كمان، يعني في منها ثلاث نسخ. طيب انا عملت ايه؟ انا سجلت على اول صوره ومش محتاج خلاص بقيه الصور الثانيه، بس خلي بالك انت سجلت على اول صوره وهي داخله حته صغيره من الصوره الثانيه، والصورة التالتة معلهاش حاجة خالص فانا مش عايزها. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هخش تاني على تحرير، وهخش على تحرير مقطع، همسح الصورة التالتة دي لاني مش مسجل عليها اي صوت مش عايزها. وخلي بالك ما تمسحش الصورة التانية، هتقولي ليه ده حتة صغيرة بس اللي داخل عليها، هقول لك ما هو انت لو مسحتها الحتة الصغيرة اللي مسجلة عليها دي دخلت على الصورة اللي بعديها بتاعت النهاية بتاعتي مثلا. فانا هعمل ايه؟ لا انا هخش على الصوره الثانيه، انا خلاص مسحت الثالثه ماشي، اما اخش دلوقتي همسح الثالثه. الصوره الثانيه دي هعمل فيها ايه؟ الصوره الثانيه دي هروح مقللها لكام ثانيه بس، يعني كام حاجه من 10، فساعتها الحته الصغيره دي هتيجي عليها عادي ومش هيبان ان في اي مشكله. نعمل علامه صح فوق ما تنساش عشان مقطع الصوت يتسجل، ندخل على تحرير، تحرير مقطع، نخش على الصوره الثالثه دي اهي، نعلم عليها وبعد كده نعمل لها كلوز مسح، وندخل على الصورة التانية دي اهي متعلم عليها، خش على المدة بتاعتها اقللها خالص، عايزة اقللها لكده لكده براحتك بقى، ونقول حسنا. ممكن تتفرج بقى على اهي، نجيب نعلم على بداية الصورة خالص اهي، وممكن تشغله من هنا وتتفرج على كل صورة الدنيا فيها عاملة ازاي. انا مش بشغله من هنا خالص في تحرير مقطع دي، انت مش محتاج تشغل الفيديو بلاي هنا خالص، ملهاش اي لازمة. هنعمل علامة صح عشان يحفظ التغريدات اللي احنا عملناها، دي الشاشة الرئيسية بتاعت الفيديو شو اللي انا بقولك ممكن تتفرج على الفيديو في النهاية بتاعك عامل ازاي قبل ما تحفظه اوكي، لكن انا ما بتفرجش عليه غير في النهاية خالص. نخش على الدبلجة ونشوف اتمسح منها قد ايه وفاضل قد ايه، اهو انا بجري اهو اتمسح منها، يبصوا ادي بداية الشريط وادي نهاية الشريط، في لسه حتة صغيرة ممكن تقللها تاني كام ثانية من 10، وممكن تخليها. طبعا انا مسحت النهاية بتاعتي، هسجلها تاني
اهو بون شانس، اشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهو وعملت ستوب، برضو بتخشوا ايه وتقلل في المده علشان الكام صوره الاخرانيين دول يروحوا كده. انت بتنقل المقطع الصوتي بتاعك هنا او هنا او هنا، انا هحطه هنا وهكذا. طبعا بنعلي، ما تنساش تعلي الصوت خالص، وما تنساش قبل ما تحفظ الفيديو تخش وتعلي الاصوات كلها بتاعت المقاطع الصوتيه اللي انت سجلتها، والا هتلاقي والفيديو شغال مقطع صوته عالي ومقطع صوته واطي. احنا كده كده الموسيقى ظبطناها على الفيديو كله ب 16% اللي احنا عملناها، ولكن المقاطع الصوتيه اللي انت بتسجلها بصوتك لازما تتاكد ان كلها على 100%. هنعمل علامه الصح. في حاجه بقى احنا نسينا ندخلها مع اننا نبهنا ليها، هي ازاي تنقل من صوره للتانيه بحركات. ماشي، بصوا هنا، بصوا الموسيقى فوق برضو هتلاقيها كل شويه كده عليت، فانت في الاخر خالص اتاكد ان هي انت عملتها 20% 10 زي ما انت عايز، اتاكد من دي لان يعني هتلاقي البرنامج كده حركها زي ما هو عايز. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل هنا بقى الدخلات بتاعتي. بصوا هو هنا المواضيع اللي عندك دي مش دخلات، دي مواضيع، دي التأثيرات اللي يعني بصوا هنا هوت، لو نزلنا دي انا مش بخش عليها ومش بعملها دي. احنا هنا اخترنا تموج، خلي بالنا ساعات هتلاقيه بيهنج منك، حصلت معايا كتير جدا. احنا هنا خرجنا بره، اتحفظت يعني بالصدفه كده، هو هنج واتخرجت بره، فاحنا اتحفظت خالص اللي هو فوق ده. نخش عليه تاني عشان نعدله. تمام، بصوا التموج دوت بلاي اهو، انا ما بشتغلش عليه اهو. نشغله تاني اهو، نعمل كده ونشغله تاني. دي حركات انت بتضيفها، انت بقى بتنزل الحاجات دي، بس طبعا بتاخد مساحة عندك، هتفضل تاخد مساحة. دي حركات اهو بيتنقل من صورة للتانية. تمام، طيب ندخل على الاعدادات. الاعدادات عندك هنا تلاشي الموسيقى ما بستخدمهاش، اللي هي الموسيقى اعتقد تزيد في الاول تنقص في الاخر وهكذا. هنا الخلفية لو عايز تحط خلفية برضو، دي انا ما استخدمتهاش في الفيديوهات اللي موجودة على القناة. نسبة الارتفاع دي برضو انت عايز الفيديو فوق الشريط ولا تحت الشريط، الشريط اللي هي الخلفية الضبابية دي اللي محطوطة، ولا عايزها كده. لو جربنا كده مثلا اهي هنا كده كله. دلوقتي ندخل على ازاي احنا بنعمل. انا عايزة بس ادخل الاول على موضوع موضوعات، وانا اعمل تلاشي لشيء، اعمل لشيء سوري عشان ارجع اللي كنت عاملاه تاني. اوكي، بعد ما اخترت هرجع باك. اوكي، ورجعني باك خالص، مش مشكلة. عايزين نعمل الانتقال، هنعمل ايه؟ هروح لياسين على انتقال، دايسين على انتقال ومختارين بقى عايزين الشكل ده، هو هيوريك في ساعتها عايزين الشكل ده، هيوريك ساعتها. طيب خلي بالك احنا عايزين نطبق الانتقال دوت على كل الصور. هنقول سهل، علامة الاعدادات اللي على ايدينا اليمين قدامي ثلاثة. اللي فوق بيقول لك تنفيذ المقاطع الانتقالية، المقاطع الانتقالية اللي انت شايفها دي كلها اللي بتختار منها على كل الكليبات، فكل كليب كل صورة هتتنقل بمقطع مختلف شكل مختلف، هينزلك كل الاشكال اللي عنده دي. لا انا مش عايز كده، انا عايز الشكل اللي انا اخترته اللي هو الطفو ده، عايز اطبق هذا الانتقال على كل الكليبات، هو ده اللي انا عايز اطبقه على الصور كلها فهختاره. امال اللي تحت ده ايه؟ اللي تحت ده لو انت عايز تحذف كل المقاطع الانتقاليه اللي عندك، سواء بقى شكل الطفو والاشكال الكوكتيل، المهم تحذفه خالص من عندك، مش عايزها خلاص ما عجبكش. فاحنا هنختار طفو وطبق هذا الانتقال على كل الانتقالات، وكده هنعمل علامه الصح اللي فوق عشان يتحفظ. تعالوا اللي هو لو يعني هو هيشغل على طول اهو الفيديو، هتلاقي بينتقل اهو، طبق الطفو اهو من صوره للثانيه.
ولو انتظرنا كمان هنلاقيه احسن كده. تمام، يعني انت بتتاكد من الحته دي. طيب عايزين نعمل ايه كمان؟ لو عايز تلزق ملصق على اي صوره او اي حاجه، اوكي، عند ضيف يتخيل الترجمات، هنكتب مثلا الفرنسيه حسنا اهو. طيب المقطع اهو، الضف الكلام اللي انا عايزه اضيفه ضفته على الصوره زي لوجو كده او زي حاجه. عايز تكبره، عايز تقلله، تمام، من السهم اللي على ايدنا اليمين. عايز تعكسه فوق تحت يمين شمال، عايز تحذفه خالص بتدوس عليه كلوز. طب عايز اغير لونه تحته خالص اهو، اعدادات الخط. انا ما جربتوش قبل كده ولكن انا بجربه معاكم. هو عايزينه باللون الاصفر مثلا، عايزينه بالاخضر. هنا بتختار بقى زي ما انت عايز، العب براحتك في الايه، نوع الخط مثلا. هنا الديفولت هو عاملينه عايز ده مثلا اهو، اوكي اهو، بدوس عليه وانتقله. لو عايز اعمل له نقل بدوس عليه واعمل له نقل. طيب خلي بالك ان الكلام دوت اتكتب على الحته دي بس، شايفين تحت العلامه الشريط البرتقالي، هو اتكتب على الجزئيه دي بس. طب انا عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه اطبقه على كله. فالمفروض ان هنا هكتب الوقت بتاع البدء والوقت بتاع الانتهاء 000، وتحت اكتب نهاية الفيديو، وممكن اشده. استنوا كده، لو شديناه مع بعضينا اهو كده، انا بشد بشد بشد، بفضل اشدد عشان اطبقه على كله. مش عايز اطبقه على كله زي ما احنا قلنا، بنخليه بس عايز اطبقه على الجزئية بتاعت العلم اهو. ابتدي اهو احطه لحد الحتة بتاعت العلم بس ليه اهو ظهر لنا وهو مكتوب، تمام. يبقى كده انا لو عايز اضيف اي كلام على اي صورة من الصور اللي عندي، عايز اضيف تاني بتحط علامة زائد تاني وتضيف. انا مش عايز اضيف تاني طبعا، بنحفظ بعلامة الصح اللي فوق. طيب في حاجة انا كنت بستخدمها اللي هي الزوم، يعني وانا شغال على الصوره بتاعت الشرح انا عايزه اعمل زوم للحته معينه فيها، بعمل ايه؟ بدخل على تحرير وتحرير مقطع، ادي اهو عايزين الصوره دي. هنا انا بقول لي بريبوزيسيون وهبدا بعديها اعمل زوم. طيب فاجي هنا اهوت وادوس على علامه التقريب، تقريب اهي اهي، وبتبعد وتقرب زي ما انت عايز اهو. فانا الصوره دي عايزاها تتقرب كده، يعني بعد الصوره الكبيره العاديه هتنقل لدي، وتخش وتظبط المده بتاعتها عادي زي ما انت عايز، اوكي، عايزها تحت عايزها فوق وهكذا. واعمل علامه صح واجي اشوف مثلا اهو، اديني بمشي، ادي الصوره العاديه اهو، اتنقلي على الصوره الثانيه المتقربه. يبقى انا ممكن اعمل زوم لاي حاجه، اي صوره انت عايز تعمل سبوت او تركز فيها على حاجه معينه. ايه تاني انا بستخدمه؟ هي الحاجات دي اللي انا استخدمت لها في الفيديوهات بتاعتي بس. في حاجه بقى، في حاجه هنا اسمها تصدير فوق اهي، تصدير دي اول ما بدوس عليها انا ظبطت الفيديو خلاص والدنيا تمام. لو الصوت مش متظبط احنا قلنا بنخش ونظبط الصوت مع الصوره، اوكي، بتظبط بقى عندك. بصوا خلي بالكم، بصوا لما ضفنا الانتقالات من مقطع للتاني، بصوا الدنيا مش مشيت مظبوطه ازاي والدنيا اتلخبطت، ده اللي بكلمكم فيه. بصوا كل حاجه اتلخبطت، فده اللي بكلمكم فيه. فانتوا اول ما ما عايزين تعملوا فيديو ظبطوا الانتقالات كلها الاول والموسيقى بتاعت الخلفيه، وفي الاخر خالص اشتغلوا على الدبلجه اللي هو تسجيل الصوت. يعني الفيديو ما يبقاش ناقص له بس غير الدبلجه، عشان لما تعملوها تحفظوا على طول، لكن لو دخلتوا اي تعديلات تانية على الفيديو هتلاقوا الصوت ما تظبطش مع الصوره، ودي حاجات بتيجي بالممارسه هتلاقوها عندكم.
يعني انا حاولت بكذا مره، كان الفيديوهات بتاعتي بتبوظ في الاخر بسبب كده، وارجع اعيد كله من الاول تاني عشان امشي الصوت مع الصوره بطريقه احترافيه. ظبط الانتقالات بتاعتك، ظبط الصوره بتاعتك، الموسيقى الخلفيه، الزوم بتاعك، كل حاجه ظبطها، وما يبقاش عندك غير التسجيل الصوتي بتاع الشرح. هيفرق في التسجيل الصوتي ده، بس ممكن تعدل معاه في الاخر المده بتاعت الصوره مع التسجيل، مش اكتر من كده. وبعد ما نخلص طبعا علامه الصح اللي فوق هنعمل تصدير. ادي التصدير بتاعي اهو. بيقول لك بقى عايز ترفعه على اليوتيوب على طول؟ انا مش بحفز كده. عايز ترفعه على اي حاجه؟ انا بعمل ايه؟ لا انا عايز احفظه في معرض الصور. خلي بالك هنا بقى، هو بيقول لك هتختار ايه. انا بختار الوضع السريع. وضع الاتش دي هياخد وقت طويل جدا، هياخد مساحه كبيره عندك. خلي بالك اساسا ان الفيديوهات اللي انت بتعملها هتاكل من المساحه بتاعه التليفون عندك جامد جدا. فخلي بالك من حاجه وقعت فيها كتير، ان ما لو انت مش عندك مساحه كبيره ما تخشش وتتعب نفسك في الفيديو، لان ممكن في الاخر تلاقيه ممسوح وتلاقي الصوت بتاعك اتمسح بعد ما سجلت وتعبت. دي حاجات هتلاقوها وانتوا بتمارسوا التسجيلات على الفيديو شو. لكن لو عندك مساحه وانت متاكد ان عندك مساحه، خش وسجل على طول، لان هو بي 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 بيعمل تصدير او حفظ على الهاتف بيحتاج مساحه كبيره، ولو ما لقاش هيقول لك لا امسح بعض الحاجات. فتخش تمسح مثلا على الموبايل والاوريدي الفيديو لسه شغال، انت فاتحه البرنامج، تيجي تدخل برده هتلاقي المقاطع الصوتيه بتاعتك ممكن تكون اتحذفت، اتلخبطت، حصل لها اي حاجه. انت ممكن تعمل حفظ ليه وبعد كده تروح تمسح وترجع له تاني، او الاحسن من ده كله ان انت تخلي فيه مساحة على الموبايل على طول. هنعمل الوضع السريع. هيقول لي لو في مساحة متكفية، انا عندي مساحة مكفية، فهيسجل على طول، هيجري تصدير الفيديو. لكن لو مفيش مساحة عندك فخلاص هيقول لك يرجى مسح حاجة من عندك. وساعتها انا ببقى حاطة ايدي على قلبي، لاني ببقى حاسة اني يعني هيلخبط لي الدنيا، وده اللي فعلا اللي حصل في فيديوهات كتير قوي عندي. يا رب يكون الفيديو عجبكم والشرح عجبكم. دي الحاجات اللي انا بستخدمها في الفيديوهات اللي بعملها الاساسية الرئيسية. انت عايز تستكشف حاجات تانية، ادخل وجرب في اي فيديو بسيط تعمله، وابعت لنا شرحك وقول لنا الدنيا عاملة ازاي معاك في الحاجات التانية اللي انا ما شرحتهاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده احنا اتعرفنا على حاجات رئيسية حلوة هتخلينا نقدر نستخدم برنامج فيديو شو بطريقة احترافية للفيديوهات بتاعتنا. ولكن خد الاكتر من ده، عندك على اللاب بتاعك او الكمبيوتر تقدر تنزل برنامج فيلمورا من اي فيديو على اليوتيوب انت بتتفرج فيه على شرح برنامج فيلمورا. هيكون حاطط لك اللينك بتاع التنزيل تحت الفيديو بتاعه. انا اتفرجت على فيديو عادي، كتبت شرح برنامج فيلمورا واتفرجت ولقيته اللي بيشرح لي حاطط لي اللينك بتاع التنزيل، نزله واستخدمه. ما تنزلش اصدار الحديث خالص، هتتعب قوي عقبال اما تشيل الشفره من عليه او تخليه دائم مدى الحياه. نزله باصدار قديم حاجه بسيطه، او لو هتقدر تنزله باحدث اصدار ليه وتقدر تفعل الحاجه اللي بتخليه دائم معاك على طول، لان هو بفلوس طبعا، اعملها. بس هتتعب شويه، يعني انا تعبت كتير عقبال ما وصلت الفيديو حد بيشرح ازاي اشغله على طول من غير اي توقف. عايز اقول لكم ان الفيديو اللي انتوا لسه متفرجين عليه دلوقتي، انا يعني سجلت على الفيديو شو اللي انا عايزاه، وسجلته على برنامج عندي بيسجل تسجيل شاشه، اللي هو اي حاجه هتدوس على شاشه الموبايل هيسجلها لك. اسمه تسجيل شاشه. يعني لو كتبت تتزرج برامج كتيره قوي على جوجل بلاي تقدر تنزلها برده وتعمل اللي انا عملته ده. ولكن انا بعد ما عملته طبعا وانا بشرح لكم وانا بستخدمه، في حاجات وقعت مني وفي حاجات لقيت نفسي بقف فيها شويه افتكرها، طب انا ظبطت ازاي الدنيا والكلام ده كله مش باين. انا بعد ما سجلت وحفظت البرنامج او الفيديو اللي انا عملته على الفيديو شو، دخلته على اللاب بتاعي. بعد ما دخلته عليه، دخلت على برنامج فيلمورا اللي انا منزلاه، وضفت كل الفيديوهات المنفصلة اللي انا عملتها، يعني المقدمة اللي انا عاملاها عن فيديو شو، وبعد كده هو الخاتمة اللي انا بعملها لكم دلوقتي، غير تسجيل الشاشة اللي هو ازاي تستخدم برنامج فيديو شو اللي في النص. التلات فيديوهات دول انا لزقتهم عليه وشلت كل الزيادات اللي مش عجباني، لو توقفت، لو قلت حاجه غلط، لو الموبايل هنج مني وانا بستخدمه وبشرح لكم، الحاجات الفواصل دي كلها انا شلتها.
طبعا احسن انت تعمل على اللاب، ولكن برنامج عايز حد يكون متعود على البرنامج بتاع فيلمور ده كويس قوي. انا لحد دلوقتي ما تعودتش عليه لسه، بقى انا بستخدم الحاجات الرئيسيه اللي فيه، ولكن شويه شويه في شرح كتير على النت تقدروا تصنعوه برضو ليه وتقدروا تستفادوا منه. عايزه اقول لكم كمان ان برنامج فيديو شو هو حاجه حلوه وحاجه وحشه، ان بيسجل 10 ثواني بس للصوره الواحده، دي بتخليك تقدر تعيد وتزيد في تظبيط الصوره او الفيديو، وتقدر في نفس الوقت تقدر يعني تظبط الصوت بتاعك لو باظ تقدر تعدله، لان بيبقى المقطع على قد الصوره. ولكن العيب ان انت لازم تعمل نسخ لصور كتير جدا 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 من نفس الصوره اللي انت هتشرح فيها، وتاخد وقت، وده بيخليك وانت بتسجل تلاقي نفسك هوب الصوره خلصت خلاص، وانت محتاج تسجل حاجات تانية على نفس الصوره، فبخش تاني وارجع واعمل نسخ للصوره كذا مره وارجع تاني اكمل تسجيل، فبيوقفك التسجيل. ولكن برنامج زي فيلمورا انت بتحط الصوره وبتسجل. ما جربتش عليه اسجل صراحه بصوتي، بسجل على الموبايل ريكورد، جربت مره واحده وحسيت ان الصوت فيه خروشه جامده جدا مش واضح او واطي، فقلت اسجل بقى على الموبايل ببرنامج ريكورد عادي، تسجيل عادي صوت بس، وبرجع ادخل الصوت ادخله على البرنامج بتاع فيلمورا واظبطه على الفيديو اللي بعمله. يا رب تكونوا استفدتوا من البرنامج فيديو شو والبرنامج بتاع تسجيل الشاشه، عرفتوا بنعمل فيه ايه كده هوت، وفيلمورا اديتكم فكره عنه ان شاء الله.